المدينه بعد ما نخلص هنلتقي ولا مش عارف بقى ظروفي هتبقى ايه؟ يعني انتوا عايزين ايه اللي انتوا عايزينه انا اعمله لكم؟ احنا كل اللي احنا عايزينه احنا عايزين حضانات بيقوم فيه على اكبر وقت مستشفى ابو هيب، عايزين حضانات في مستشفى الشاطبي، الشاطبي الجامعه الشاطبي الجامعه احنا 20 30 مليون يخلوا اسكندريه سويسرا يا راجل عايزين حضانات، الحضانات يا فندم لحظه علينا احنا عايزين حضانات يا فندم.